والله إيه قد مروا حياتكم ولا لا؟ حباً أهلا لي أنا فهد اليوم بدي اشتغل في محطة وقود لكن في منتصف الليل. لا تنسوا اللايك واشتراك ولا يفوتكم إيش صار لنا أشياء غريبة في المحطة. ويلا نبدأ. باقي 5 4 3 2 1 نقلنا إلى محطة الوقود. بسم الله. السلام عليكم. انت تشتغل بمحل حلوي سوبر ماركت ولا سوبر ماركت؟ لكن جوه محطة. سوبر ماركت جوه محطة. ايش اسم هذا الجمبري؟ رك الجبنة، رك الملح، رك الجبنة، رك الجبنة. Breaking news. Within the last hour, over 7 people have been reported missing. There has been reported sightings of alien-like creatures popping up around the city. We had... حسوا فضائيين من نظرة وجههم كذا، حسوا تعرف فضائيين كذا وجههم. قلك ناخذ الأشياء يعني المبيعات ونحطها برا. فجأة حتى السماعة ما أدري إيش صار لها. السلام عليكم. سوي لي محطة. باي 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 باي. يا سوي ذاك التنت على البر ولا يا خشب ايش هذي؟ ايش هذي؟ طب لا تحاسب على الحمام، لأن الحمام قصرت في التوالي. طيب والله يطلع كذا بس. Just these plates. نفس الشيء. كيف أخذ أشياء يعني؟ كيف هو ما لف ما راح أخذ جمبري وراح الحمام، كيف أخذ أشياء؟ شكله فلان. كيف من جد كيف؟ I hope I don't run into any of them aliens. طيب أنا ما لقى أحد من الفضائيين. إيه شاف. عشان تلاقي واحد بياكلك يا رب، عشان لا تدخل الحمام لا تستلم منه. يا ربي سيدي شيء يا رب. لا تدخل الغرفة اللي كان فيها فضائي. بسم الله. 1 2 3 ما في شيء. اوكي. ايه ما في شيء. ايش ذا؟ تخوف. ايه هذا خلاص انا امسح. معطينا. يا اخي هذا خايف من الفضائيين ومحط صور فضائيين في كل محل. يا اخي ايش هذا؟ طيب عين بقينا 3 اماكن نظيفه ونخلنا ساعات تنظيف. انا ما ادري ليه احس انه حيطلع لك بعد ما تكون زي الزين يطلع لك. اي والله من جد ممكن الحين لو كنت نظفت ممكن الحين يطلع لي في وجهي كذا اسوي عو. بسم الله. الحمد لله خلصنا تنظيف. اوه مسم ما يتصل. السلام عليكم. يا هير طيب مين هم اصلا؟ الفضائيين. هلا فضائيين. قف في وجهي. قول لي صدق الشرطة عندك في وجهي. ايش هذا؟ احسه كلام صدق.
مهما كان هذول شكله معقد شكله مجنون بس صدقني انا احس مو مجنون انا احس مجنون انا اخبار ايش عفزه قول لك روح للتي في سهري عليك بدل الشورة والله بجاني والله بجاني فزعت صديقي الأخبار الأخبار ما ما فهمت ولا شيء منها صراحة أتوقع إنه جالس تتكلم عن إنه الشرطة جالس تقول إنه ما في فضائيين بس في كورونا مدري إيش في بيوتك بس ما بسم الله الثانية يلا أصوات زي كذا ممكن الشرطة فضائيين متنكرين ما اسمه زي كذا السلام عليكم كيف حالك؟ والله السجل روبك شوف انا راقبك هم ما ادري ليه فين بنت في بنت سلعة ما ادري في بنت سلعة هذا اختبت ايه السلام عليكم ايش في تخاف اتوقع تشتري نفس الشيء هلو ماشي صعب ما عنده وقت يصمم مشين انا يا اخي لو ما حسنت ايش يصير ما حاسس مش عندك ما حاسس كيف راسك هي حاسب خليها تنقلب ما ابغى احسب لك ليه محلقة صراحة حاسب I hope I don't run into any of them aliens. اقول لك ان شاء الله ما الاقي احد خذوني معاكم بروح بيتي تكفى بروح بيتي مو بيتك مو بيتك طول ولا فين بيتك؟ هذا مرسال هي نفسه وتكيد هنا في حاجة أبي لك طيعة نمري ما شاء الله ايش المشي هذا هلو هلو سيني الله اسمك الله شكرا عفوا ارفعي لو سمحتي يعني كنت فيه ارفعي تحطيه فوق شكرا تدبر شكلها ضربت رجلها بالطاولة قامت طيحته ما عاد تعتذر اقول لازم اشيك الحمام ليه هو مقفل يا اخي لا تشيك ما صالح انا صالح ليه وقوف لا مين قفل احنا ما قفلنا احنا كنا احنا طول اليوم احنا بس الوحيدين اللي نشتغل ليه مقفلين ها مين يشتغل غيرنا ما في احد يشتغل صح طيب ليه كيف تقفل مين قفله بسم الله الرحمن الصوت كان مزخر شيء بتعيد منها يقول لي ادبع الفيران في بابا شغل انا فين سكر؟ ما ادري اها جيب سكر يقول لازم اخرج الزبالة ما حد يخرج ما حد يخرج ما حد يخرج ما ابغى يا اخي انا ما لي دخل فيك يا لا تطلع بالزبالة خلاص هو قال له لا تطلع ايه تطلع بسم الله يا رب ما يصير لي شيء يا رب اطلع برا المحطة كاملة تروح شوف ايش فيه انا مستعد اخاف في صوت صرخ يدي خلينا الاضاءة من جاب شيء في صوت والله في صوت صرخ والله في صوت صرخ يا وف شباب ايش بدي شو سوي
ايش هي صار؟ النهاية سيئة يقول لك. يقول لك الشرطة ما يبغى أحد يعرف النقطة الفضائية الموجودة في العالم هذا. فقام مسكوك ذبحوك وتخلصوا منه من كل أموالك. كنت حاسس إن كذا. نفسي أرجع وأعيدها وأقول نو إيش يصير؟ والله نفسي. والله نفسي أرجع وأعيدها. إيش أوكي؟ ما هنعيدها طبعا. ليه نشوف الجزء الثاني؟ ما في جزء ثاني. إلي نشوف عيد الجزء الثاني. الثاني عيد نفس المراحة بعد نقول نو بعدين نقول نو نهاية سعيدة. اكتبوا في التعليقات إن شفتوا فضائيين واتصلت عليكم الشرطة بقى. اكتبوا في التعليقات إن شفتوا فضائيين قد مروا حياتكم ولا لا. بالطبع مو دمى. ولا لا مو دمى طبعا. وإن شاء الله عجبتكم اللعبة ولا تشتغلوا ثاني مرة أبدا في حياتكم في نص الليل أبدا 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 إلا لو كان معكم ناس. أبدا 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 حتى ممكن الناس يكونوا إشباع. ممكن بس بالسعودية؟ لا. السعودية ما فيها. أي صح ما فيها. السعودية السعودية بلد آمن وما فيها وحوش. وحنا نسألك اشتراك وباي باي.